ما استثنت إلا معد ما من ينتصب وبعد نبي نوت نبي ينتقب شفاع من تصل وانصب من قطع وأنت لي من فيه إبدال وقع وغير نصب سابق للنبي قد يأتي ولكن نصبه قريم ورد وإن مفرق صادق عدالنا لعبيكم كما لو إلا عدنا وأرغي إلا لا تترك ذي الكلا تمر به إلا الفتاة إلا العلا وإن تكرر لا لترك ذي الفمع تبريغ للتذيرة تعالي دع واحد من ما به إلا سيني وليس عن نصر سوى أموري ودونك بيئن عن تقدمي نصبتني احكم به واتزني وصدك كل وجه لواحدي هناك ما لو كان دون فائدي فلم يفو الدمر إلا عادي وحكمها في القصر حكم الأولي واستغل المتر وانجع المعرضة بمال مستغلن به إلا نسبة وليس وانسوا سواء المجعلة وهذا صح ما يغني الجعلة واستغل الناس بذل ليس رحلة وبعدا وبي يكون بعدلا وزوج سابقي يكون حجري وبعد من صوى الجرار القدر وحي جر فهما حراني كما هما إن نصدا جناني وكخلا حشا ولا نصحبنا وقيل حاش وحشا استثناء الإخراج بإلداء أو إحداء أخواتها ويا كان الكلام قبل إلداء موجبا فما بعد إلداء خارج من الحكم وإن كان منفيا فما بعد إلداء داخل في الحكم إذا قلت جاء القوم إلداء زيدا وزيدا خارج من الحكم لم يجد وإذا كان الكلام منفيا فقلت ما جاء القوم إلداء زيدا وزيدا داخل قال رحمه الله فاستنى كل ما أعتبر إيجابي كيف عرفنا إجابة أرناه ابن بعدها ما سوينا تلك ما تمام انتصر جاء القوم إلا زيدا فشربوا منه إلا قليلا منهم كل شيء هالك إلا وجهه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وبعد نبي أو كنبي انتخب اختيرا اتباعه واتصل فتقول ما جاء القوم النبي المختار تقول إلا زيدا وإن قلت إلا زيدا قال السيبوي النصب عربي جيد ما مرت من قومي إلا زيدا وإن قلت إلا زيدا جاز وقوله كنبي يقصد به الاستفهام والنهي الاستفهام والنهي الاستفهام كقوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون بدل من الضمير لمسك به يقنط والنهي يقول لا يقوم أحد إلا زيد قال نقول إيه وبعد نجل أو كنجل إن تخيب إتباع ما اتصل واصل من قطع منقطع وهو أن يكون المستدلان من غير الجنس المستدلان وتقول ما جاء القوم إلا حمارا عند جميع العرب وبنوت لي يجيز أهل الدار مرجوحا أنا أقوله وتقول عندهم ما جاء القوم إلا حمار وإلا حمار أرجح عندهم والبقية بقية العرب يجيبونها سبب الله والفرق أنا أقول لي وبعد نبي لو كنبي ينتقل إتباعهم اتصل واصل من قطع وعدت من الجديد دار المقع قال وبدة ليس بها أليس دريا عائفة هو إلى الأليس وغير نصب سابقين في النبي وغير نصب سابقين إذا قلت ما جاء القوم إلا زيد فزيد بدل من القوم بدل بعض المنكب إن قدمت زيدا وقلت ما جاء إلا زيدا القوم فتعذوا الإبدال البدل تابع والتابع لا يتقدم فلما قدمته ولا يمكن في هذه الحالة أن تجعله بدلا أخضعته لقائل الاستماع فنصبته ثم على يد سنع لي غير النصر قال لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبي ولا شافع لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبي ولا شافع النبيون شاجر ولكه النصر وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق منها أنا أقول
نصف سابق لقد يتم على قدر، ولكن المختار نصفه هو قوله ولكن نصفه أكثر من ورقة. السورة الثالثة الاستثناء، وهو الاستثناء الناقص بمعنى نقصانه أن يسقط المستثنى منه، أركان الاستثناء مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى، وإذا أسقط مستثنى منه ولا تقول إلا في سياق النفي كان ما بعد إنتاء معربا بحسب ما قبلها، وهو قوله ويفرغ سابق والإنتاء لما بعد يكون كما لو إلا عدم، فتقول ما جاء إلا زيد، لا تقول ما جاء أحد، نقول ويفرغ سابق والإنتاء لما بعد ما جاء إلا زيد، جاء فضلتها لزيد بخلاف لو قلت ما جاء أحد إلا زيد فما قبل إلا تفرغ العمل فيما قبلها، وتقول ما رأيت إلا زيد وما رأيت إلا بزيد، يعرف حسب مقر الأرى، فهو فاعل بنحو ما جاء إلا زيد ومفعول بنحو ما رأيت إلا زيد ومجرور بنحو ما رأيت إلا بزيد، نقول وإن يفرغ سابق إلا بما بعضكم كما لا يعود مع قبل. إلا المؤكدة ألغيها، وإلا المؤكدة هي التي يكون ما بعدها تابع، يكون ما بعدها تابعا لما يكون بعد إلا قبلها بدل منه أو معطوف عليه، فتقول لا تقول به إذا الفتى إلا زيد، زيد بدل من الفتى، كأنك قلت لا تقول به إذا الفتى زيد فإلا زائدة ألغيها، ومعنى إلغائها أن لا يوصل ما قبل ما بعدها، وتقول ما جاء القوم إلا زيد وإلا عمرو، الكلام أصل الكلام ما جاء قوم إلا زيد وعمرو، لكنك أكدته ولم يلاحظ إلا بالعصر والبدري، قال هل الدار إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس، ترى في الطلوع لأن تقديم إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس، فإلا لو لأن ما بعدها تابع لما بعد إلا مذكورة قبلها معطوف عليه، واجتمع ذلك يقول الشاعر ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسمه وإلا رمله، رسمه بدأ من عمله، رمله معطوف على رسمه، واضح؟ أنا أقول له أرغي إلا ذلك الذي لا تقول به الفتاة إلى العلاء، الفتاة إلى العلاء، والعلاء إذا كان مقصورا تقدر الكسرة تجرب